الفنانة أحلام، وباختصار منو ما يحب أحلام؟ أحلام شدت المتابعين والمعجبين والجمهور بتنوعها في اللوكات وفي الطلات. أحلام من بدايتها كانت شيء مختلف تماماً، مع حبها الشديد للموضة واهتمامها بأدق تفاصيل ظهورها الإعلامي والفني. نشوف أول فيديو كليبين لها ظهروا، ويمكن تلاحظون ستايلها شلون كان تقريبا شعبي وتقليدي، لأن الفنانة أحلام في بداياتها بدت كفنانة شعبية، فكانت إطلالاتها دائما معتمدة على البساطة والستايل التقليدي الخليجي. لكن بعد هالفترة هذه قامت تنوع في لوكاتها، سواء في الشعر، في المكياج، في الملابس، ودائما دائما دائما تواكب الموضة. أحلام من الناس اللي وايد تهتم بالموضة، فتلاحظون بين كليب وكليب، بين فترة وفترة، بين سنة وسنة تختلف لوكات الشعر والمكياج والملابس. أحلام هني اعتمدت اللوك السموكي، أيامها كانت الهبة الحواجب الضعيفة مع الستايل المكياج السموكي. طبعا أحلام تميزت في حبها للماركات وللبراندات العالمية، وتعاونت مؤخرا مع مجموعة كبيرة من المصممين على مستوى العالم. هني كان لوك الشعر الكيرلي، بعد كانت هبة المكياج السموكي بدرجات النود. تلاحظون ان أحلام تتغير ما بين كليب وكليب. هذا الكليب وايد حبيته، كان ايامها هبه الافريكان ستايل في الاكسسوارات والملابس والشالات والالوان وحتى الشعر، ويمكن الحين الفتره الاخيره ردت لنا موضه الافريكان ستايل بالجدايل او بالعشايف. الأساور هني والاكسسوارات الاوفر كانت وايد حلوه وخدمت الكليب بشكل كبير. هني هم نفس الشيء، نشوف المكياج ودرجات الألوان الوردي والشيفون المشير، أكيد كان بوقتها موضة وهبة. ننتقل للفترة اللي بعد هالفترة، اللي هي يمكن ما كانت الفترة الأخيرة. هني أحلام بعد كانت حاطة يمكن الشادو اللي أيامها كنا نعتمد على الشادو الملون البنفسجي، الوردي، الأزرق كان وايد موضة، والأخضر بعد كان موضة. تلاحظون ان أحلام بكل كليب تظهر لنا بتسريحة مختلفة وستايل مختلف. هني كانت الأغنية شوية شبابية، فاحتاجت ان هي يكون ستايلها او لوكها شبابي اكثر. سوى الضجة هذه الأغنية عموما، مو بس كأغنية، كشكل بعد. أحلام فتحت شعرها ولجأت للون الأشقر الغامج الحلو. طبعا أحلام كل اللوكات عليها حلوة، لان هي جريئة ودايما تحب تظهر في لوك ملفت للنظر. أنا حبيت الشعر هني، وحبيت الملابس، وحبيت حتى المكياج. هني أيامها يمكن قبل كم سنة تذكرون بنات كانت هبة الهامة، هبينا في الملابس الهندية، في الستايل الساري، في الأقمشة اللي فيها شك والإكسسوارات الهندية، ويمكن قبل كم سنة بس تغير هذا الستايل أو تغيرت الموضة. المرحلة الحالية اللي هي المرحلة الأيام أو السنوات الأخيرة فعلا أبهرتنا أحلام في طلاتها، وطبعا هذا الفضل يرجع لي رشاقتها اللي شهدناها مؤخرا. صراحة يعني الضعف عليها صقرها وايد بالعمر. أحلام ذكية وايد في تسريحة شعرها بالفترة الحالية، لأن هي تحاول بالشعر الناعم المنسدل أن هي تغطي ضخامة الذقن عندها، هذا شيء يعطيها شكل أنعم أكيد. لكن هني بالفوتوشوت نلاحظ أن هي غيرت بعد بستايل الشعر، ومو غلط أن الواحد يغير، لكن دائما تلاحظون بحفلاتها أن هي تفل شعرها، لأن باللوك الطبيعي دائما الشعر اللي المنسدل على الوي أحلى، يخفي أي عيوب ممكن تكون بالوي الواحد يشوفها على الطبيعة. أحلام قاعد تلبس على فكرة على آخر موضة، سواء الفستان الجلد اللي قبل شوي كانوا حاطينه، أو هذا ستايل الكاروهات مع الجاكيت الطويل اللوز اللي قلت لكم بالحلقة اللي قبلها إنه كان وايد فاشن وايد ترند.